السلام عليكم استاذ وليد، الله يسعدك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وليد، احنا من خلال قناتكم نطالب او ننخي الناس الخير، الناس الطيبه، الناس اللي تريد تسوي الزين. نعم. انها تساعدنا وتنظر بامرنا، لانه احنا والله يا استاذ العزيز ما نقدر ندبر هيك مبلغ. نعم. تعرف انت الوضع بالشرقاطه شلون، يعني اصبحت العيشه مريره، الواحد يفكر يعني يحتار بنفسه شلون يعيش، شلون يدبر ظروف معيشيه لعائلته لو يجمع مبلغ 100,000 دولار يعني. زين اخ محمد، انتم ما اتصلوا بكم مره ثانيه، ما نزلوا من المبلغ، يعني بقوا مصرين على 10 دفاتر؟ والله هم استاذ العزيز كانوا طالبين 120,000 دولار وسيارة، ويعني كانوا طالبين مطالب خيالية يعني بالتواكيل. ما خلينا شيء ما سوينا، ما خلينا حذاء ما حبيناته، يلا نزلوا على 100,000 دولار. هو شنو المخطوف، شنو طالب؟ طالب طبية بجامعة تكريت. طالب بكلية الطب. كلية الطب بالجامعة التكريت. يا مرحلة. مرحلة أولى، لأن هو ما قدر يطلع السنة اللي فاتت، فالسنة إذا ما طلع يروح عليه قبوله، يعني ترقى نقيده وحرامات، يعني تدري أنت طالب طبية وبهالعمر هذا، ويعني حرامات تروح عليه. زين أخي محمد، يعني الآن من خلال شاشة السامراء، الناس الخيرة، المسؤولين، قيادة الفرات الأوسط، إذا يسمعوك ويشاهدوك، وين هو انخطف بالضبط، المكان اللي انخطف به؟ والله انخطف على اطراف بغداد، يعني قبل ما يوصل بغداد. قبل ما يوصل بغداد على الخط السريع، الخط الدولي. نعم. اي نعم، قبل لا يوصل بغداد تقريبا ب 10 أو 20 كيلومتر. هو كان مع والدته كبيرة السن، هو وياها. كان هو والدته بوحدهم، وماخذ يستغلون سيارة تاكسي، ماخذين اخو جاية سيارة طافقة عليهم وأخذت الولد ومشوا. نعم. هذا ايش قد صار تقريبا، يا يوم بالضبط تم اختطافه؟ تم اختطافه بيوم الجمعة، يوم 22/1. 22/1. نعم. اي نعم. ماشي اخي محمد، ان شاء الله الخيرين الطيبين اللي يريدون مبتغى رب العالمين يشاهدوك ويسمعوك، وان شاء الله احنا هاي قناة سامرة، يعني باذن الله سبحانه وتعالى يرجع هذا الطالب الى كليته ويكمل ان شاء الله ويفرح امه وكل الناس الخير اللي وياه. استاذ وليد، احنا ما قلنا بس الله سبحانه وتعالى، ثم اللي الناس اللي طيبين والخيرين امثالكم وشرواك، واحنا ما احتارينا والله استاذ وليد، احتارينا الله شاهد. الله كريم، الله كريم، الله ما ينسى عبده ان شاء الله. الله المستعان. انا اشكر اتصالك، بارك الله بك، شكرا جزيلا اخي محمد. اذا هاي اعزائي المشاهدين راح نخليها امام كل الخيرين ان شاء الله باذنه تعالى.